جولتنا الفنية والثقافية لليوم نبلشها مع الدورة الـ24 لمهرجان الفيلم الأوروبي يلي بتستقبله السينما متروبوليس سنويا، وهو بالتعاون مع المفوضية الأوروبية بلبنان. المهرجان هالسنة بينطلق بـ24 الشهر وبتستمر فعالياته لغاية 4 شباط. تباعا منكون مع عروض الافلام يلي رح يستقبلها المهرجان بصوره يوميه. نتابع وبدا المركز الثقافي البرازيلي اللبناني لكلاسيكال اكورديون كونسير بكره الخميس مع العازفه ماريا لوشنر وعزف مقطوعات لباخ برونو دونا سيمنتو وغيرهم. الموعد بتمام الساعه 7 بالمركز الثقافي اللبناني البرازيلي بالاشرفيه. منتابع مع مواعيدنا وبإطار الدورة الثالثة لأسبوع الأورج بلبنان. هالدورة بتنطلق بـ27 شهر وبتستمر لغاية 2 شباط. الافتتاح رح بيكون مع عازف الأورج باتيس فلوريان مال أوفرا من فرنسا يلي رح بيقدم أمسية بكنيسة الساكريكار بالجميزي. بيستقبل بيت بيروت من أول شباط لغاية 15 شباط معرض فردي للفنان التشكيلي ومؤسس الكابريولي فيلم فيستيفال إبراهيم سماحة، وعنوان المعرض بيروت Echo of the Silence، وذلك برعاية وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري. بيقدم الستاند أب رح ننتقل هلا الى مهرجان جوني الدولي للافلام. هالمهرجان يلي رح ينطلق اليوم وبتستمر فعالياته لغايه 22 الشهر بالمدرسه المركزيه بجوني. الدعوه عامه، وفيلم الافتتاح لليوم هو بيرنينج هوب للمخرج لطفي عاشور، والعرض بتمام الساعه 7:30. ما جيتش نعيش معاه الاكسيدون تاع بابا، راني ما نشوفوش منكم الاكسيدون الاتاك ما في بالكش. اسمعي بلي بيكم ما تعرفوش شكون. ننتقل إلى البلونوت كافيه، ولكل محبي القدود الحلبية والطرب اليوم موعد مع الفنان أنس صباح فخري ابتداء من الساعة 10 المساء. أوكي ما مش الفيديو، رح منكفي مع مواعيدنا. أوكي من الأمسيات الطربية مننتقل إلى الأعمال المسرحية وعمل مسرح جديد من توقيع يحيى جابر بعنوان مجدرة حمراء ومن بطولة أنجو ريحان. العروض رح تنطلق ابتداء من 24 الشهر على خشبة مسرح تياترو فيردا. بإطار أمسيات الموسيقى الكلاسيكية بيقدم الدكتور سعيد الولي تحية إلى الفنان الكبير وديع الصافي، وهالأمسية رح بتكون بقيادة المايسترو خالد نجار والمطرب بمشاركة المطرب بشار غطاس وأستاذ القانون درغام غطاس وعازف الرق سليم نابلسي. الموعد اليوم بتمام الساعة 6 بعد الظهر بمركز الصفد الثقافي بطرابلس. كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي لعشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا باي يا. شفنا هون الفنان وديع الصافي مع هويدا. ومنتابع مع مواعيدنا، والبيروت جام سيشنز بيقدموا فرقة الفرنش إلكتروبوب الفرنسية كيد فرانشيسكولي يلي رح بيقدموا أمسية بكرة بالكاد بالكارنتينا. Thank you.
نرجع للأعمال المسرحية وكيفك يا ليلى يلي انطلقت عروضها الأسبوع الماضي رح تستمر لغاية 21 الشهر على خشبة مسرح المدينة. هالعمل تأليف وأخراج ميشيل جبر ومن تمثيل للي معتوق. يطلع فيها يفز عليها آخر همه إذا انبسطت يعملها آخر همه كيف يمسكها كيف يخليها تحب حالها وعيد إنه مش الرجال بيخلي المرأة. بتقدم الممثلة والمخرجة المسرحية باتريسيا نمور عمل مسرحي جديد بعنوان شخطة شخطين، وهي مقتبسة عن مسرحية سوسوار جوفيول لكارلوتا كليريتشي. هالعمل من إخراج باتريسيا نمور وكالين بيرنوتي، وبتتناول فيه باتريسيا المصاعب النفسية والجسدية يلي بتواجه الجوزين عن محاولتهم الإنجاب، وذلك من خلال حوار شفاف بس كمان بنفس الوقت ما بيخلي من الضحك. العروض رح تنطلق ب8 شباط على خشبة مسرح تياتر بيريت بالجامعة اليسوعية ببيروت. الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو أندري الحاج بتعطينا موعد بكرة ب18 الشهر مع كورال مدرسي لمؤسسات الإمام الصدر، وذلك على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية ببيروت. اليوم بترجع مسرحية فريزر للمخرجة والممثلة باتي توتل. العروض رح تستمر لغاية 28 كانون الثاني على خشبة مسرح دوار الشمس من الأربعاء للأحد. كلا ما بس شغل أمور مدام بعد معقول كتير لقيها القطعة، يعني أنا من كل بيت هلأ مية مستعد روح على ألمانيا تحت على الشبكة رايح الشبكة تأمنوا المدام. والختام رح بيكون استوديو زقاق يلي رح بيقدم من 25 ل 27 الشهر عرض لمسرحية جوجينج مسرح قيد التطوير طبعا يلي بيحمل توقيع حنان حاج علي. والعروض رح بتكون بهالثلاث ايام ابتداء من الساعة 8:30 المساء. والخبر الأخير رح بيكون مع انطلاق فعاليات مهرجان البستان يلي عم بيحتفل ب 25 سنة على تأسيسه. هالسنة تحية كبيرة رح بتكون للمؤلف الموسيقي سيباستيان باخ. المهرجان بينطلق بشهر شباط وبيستمر فعالياته لغاية 21 أذار، وبيصير 21 أذار بيكون عيد مولد سيباستيان باخ. العروض كلها رح بتكون بفندق البستان وبمجموعة كمان من المناطق اللبنانية، وتباعا رح نكون مع أهم المواعيد. مع هالخبر منكون وصلنا لختام جولتنا الفنية والثقافية. نرجع مرة جديدة لعند جوال لناخذ فكرة أكثر عن وضع السير حاليا. الطقس ماطر ونحن ببحر الاسبوع على الارجح الطرقات رح بتكون عاجقه، ولنعرف اكثر اتصال مباشر من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير مع المشغل جوزيف غاوي. مرحبا. صباح الخير. كيفك؟ ماشي الحال. عجقه؟ ايه يلا بنعمل جوله. نبلش من مدخل الشرقي، عم بكون حركه سير كثيفه مثل ما مبين قدامنا من اليرزه، في عنا حادث تصادم من اليرزه، عنا حادث قدام شوي صغيره تقريبا باتجاه الصياد. اوكي. عم بتكون حركه سير كثيفه، رح نرجع نشهد حركه سير كمان كثيفه من الصياد، في عنا حادث ثاني على قصاد رئيس الياس الهراوي باتجاه الاشرفيه، عم بتكون كمان حركه سير كثيفه بالمحله. نعم. أما على قصاد رئيس أمير لحود باتجاه الكارنتينا عم ترجع تصير حركة سير ناشطة لأنه السير كله جمع على ورا. عنا بالنسبة لخط العدلية الخط اللي نازل باتجاه الأشرفية عم تكون حركة سير كمان كثيفة اليوم، واستديرة العدلية كمان عنا حركة سير كثيفة ناشطة باتجاه المتحف.
اوكي. عندنا خط نازل من البربير باتجاه كورنيش المزرعه مثل ما قدامنا، يعني التأس شد شوي، العالم كلها عم تمشي على مهلها وعم تسبب كثير عجقتها. واحسن. ايه اكيد، عبد اشارات عبد الناصر كمان عم تكون حركه سير كورنيش المزرعه كثيفه. عندنا كمان الاشرفيه، حركه سير ناشطه من الحكمه الاشرفيه باتجاه برج الغزال، برج الغزال عم تكمل حركه سير طبيعيه باتجاه برج المر لتصير كثيفه من تقاطع برج المر باتجاه شارع الحمراء. بالنسبه للمدخل الجنوبي مثل ما مبين قدامنا عم تكون حركه سير كمان كثيفه اليوم من المدينه الرياضيه باتجاه الكولا. الكولا في عنا هلا تعطل سياره على جسر الكولا، هي اللي عامله شويه حركه سير زياده بالمحل، رجع بيرتاح عنا سير باتجاه الوسط التجاري. بالنسبه لعنا كمان مدخل الشمالي عم تكون كثيفه اليوم من الضبية. لا اخف من غير ايام هيك؟ ايه اكيد اخف. رجع ردلي الصوره. هلا بنشوف خفيفه من الضبية باتجاه اونت الياس. اوكي. اونت الياس عم تكون حركه سير كثيفه جدا. نعم. باتجاه نهر الموت، نهر الموت كمان عم تكمل حركه سير، يعني فينا نقول ما يغير علينا شيء يعني. من الضبية للكارانتينا بلوك واحد سير. اوكي. الدوره كمان مثل ما مبين كارانتينا عم تكون حركه سير كمان كثيفه. عندنا كمان اللي عم نزرع السمك واللي جايه من البحريه كمان كثيفه، بيجي عم يرتاح عندنا سير من الكارانتينا باتجاه شهر الحلو. لا ترجع تصير كثيفة من شهر الحلو باتجاه الوقت. هاي كثيفة عندك كمان جوزيف عم تسمعني؟ ايه عم بسمعك. اوكي، ما بقى في وقت، حواد السير على السريع. 15 حادث، 17 جريح. الحمد لله على السلامة. السرعة 740. ميرسي جوزيف. ادومان، باي. بريك ومنرجع.